باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قرايات النهاردة زي ما سمعنا في السنكسار، كل القرايات حوالين قصة السنكسار أو حدث السنكسار. فالنهاردة منعيد باستشهاد كذا قديس، شكلنا القرايات جميلة جدا. همشي كده معاكم في آية من كل واحدة ونشوف ربنا بيحط قدام عينينا إيه. في الآخر بيقول لنا الإنجيل إن في ناس هيقفوا قدام ولاة وقدام مجامع، ولكن الله يديهم نصرة ويثبتوا حتى وشهادة حتى الموت. طب دي بتيجي بالصدفة؟ تيجي لوحدها ولا بتعمل ايه؟ لقي كده في كل اللي سمعناه النهاردة في آخر حتى آيتين الإنجيل والمزمور، مزمور كده يفتخر القديسون بالمجد. ايه فخرهم؟ جابوا الفخر ده بالمجد ازاي قدام الله؟ لو بصينا كده على التلات قرايات الأولانيين يشرحوا لنا بالظبط ان عندنا ثلاث مواقف. وبيقول لك كل واحد فينا وكل واحدة فينا النهاردة، ربنا دور على نفسك فين بأمانة. مش مطلوب ان انا اضحك على نفسي او انا اشوف نفسي وحش قوي وما اتحركش. يبقى هنا اول موقف في رسالة بطرس الاولى صح الثاني في الكاثوليكون، يقول لنا ايه؟ ايها الاحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلا ان تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس. يقول لي في شهوات جسدية بتقاتل النفس، ده الكل في الحرب، لكن بيقول لي انت ابعد. لقيت ايتين جمال قوي في سفر في رسالة يعقوب ومرة تانية في كرونس الاولى. في رسالة يعقوب يقول لنا كده بكل وضوح، قدسوا الله في قلوبكم، اخضعوا لله، قاوموا ابليس فهرب منكم. يبقى في حاجة انا هعملها، هخضع لله، أقاوم إبليس هو يطلع يجري مني، ما عدا خطية واحدة. يقول لنا إيه؟ قديس بولس يقول لنا كده اهربوا من الزنا. أجي أنا أقول لا، أنا قوي، أنا هعرف، أنا مش هعمل إيه. الله يقول لنا كده اللي بيصدق ويخضع لسلطان كلمة الله يعيش نصرة كل يوم وكل يوم. اللي بيقاوح يقع ويفضل يغرس يغرس في الخطية. يبقى أول حاجة بيقول لي في ناس الكل محارب، ولكن صلاة بطرس الرسول من أجلنا أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس. ده اتجاه الناس التانية بقى. يقولنا كده في البولس لأن كل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي بنصرخ يا أب الآب. واحد تاني، الجسد موجود والحرب موجودة، بس مين اللي قائد؟ روح الله. أن كل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله. يقول لو أنت ماشي في السكة دي ليك ميراث. هتبقى إيه الميراث؟ إن كنا أولاد فنحن ورث أيضا، ورث لله وشركاء للمسيح في الميراث. يبقى في ناس مغلوبة من شهوات الجسد وناس منتصرة ومقادة بالروح. طب في حاجة في النص، إيه هم؟ الكاثوليكون. الكاثوليكون يقول لنا كده الناس اليهود والمؤمنين وغير المؤمنين لقوا بولس الرسول يقول باسم يسوع الناصري الشياطين تخرج. قال لك دي بسيطه واحنا ما نعرفش نقول الكلمتين دول. جم الناس اللي بيقولين عليهم سفر الاعمال صح 19 اسمهم اولاد سكاوى وهم كانوا يهود، فقالوا كده ان هم قالوا هنعمل زي بولس. فاجاب الروح الشرير وقال لهم اما يسوع فانا اعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا عراء مشدوخي الرؤوس. دول إيه؟ دول ناس منظر. هنعمل نفسنا بتوع ربنا وهنقول إيه؟ هنقول زي بولس باسم يسوع الناصري، لكن الواقع إيه؟ خرجوا عراء ومشدوخي الرؤوس. ربنا بيقول لي قدامك الثلاثة، يا إما تنقاد بالروح القدس، يا إما تنقاد بشهواتك الجسدية، يا إما تبقى منظر نص نص كده، شكلي من بره بتاع كنيسة وبروح واجي، لكن واقعي عريان ومشدوخ الرأس من العدو، لأني بقول زي الناس، لكن أنا مش حقيقي في اللي أنا بعمله. ربنا بيحط ثلاثة قدام عينينا، وبيقولنا عشان نبقى يفتخر القديسون بالمجد، ويبقى فيه نصرة حتى أمام الموت، أمام الولاة والملوك، لازم أختار النوع الأخير المغلوب ده هيطلع يجري في أسرع وقت.
النوع النص نص نفس القصة. احنا منظر من بره، لكن ساعة الجد اسب والعن واشتم واعمل كل الخطايا الممكنة. ليه؟ ما انا خلاص خلصت الساعتين بتوع الكنيسة ولا الساعة بتاعت الكنيسة. النوع اللي قال عليه بولس الرسول ان كل الذين ينقضون بروح الله اولئك هم اولاد الله. يقول هنا كده، تخيلوا في ارميا، ارميا اصحاح 5 يقول كده: طوفوا في شوارع اورشليم. دوروا على ايه؟ دوروا على واحد، واحد بس يكون طالب الرب. ليه؟ الحالة كانت ايه ساعتها؟ يقول هنا كده في آية 8: صاروا حصنا، حصنا يعني معلوفة سائبة. ليه؟ بيعملوا ايه؟ لك كل واحد يصهل على امرأة صاحبه، لأن الشهوة كانت شغالة في شعب الله. يقول كده فوق فوق، لأنه هيجي وقت وتقف قدام الولاة، قدام إله الآلهة وملك الملوك. ساعتها مش هعرف أكذب، ساعتها مش هعرف أديله أي مبرر، أصل حصل، أصل يمكن، أصل قالوا لي، أصل عملي. دعوة الله لينا مش إحنا نشوف إحنا فين ونقف. في ناس مش عايزة تشوف هي فين، فعمال يسد في ودانه ويشغل نفسه في أي حاجة، في تليفون، في أي حاجة. وفي ناس أنا عارف أنا من النوع الفلاني. طب هتتحرك؟ تحرك وتقبل قيادة روح الله، تحرك وتخلي القداس ده وقت توبة ورجوع إلى الله. الكنيسة بتؤمن كده إن كل قداس هو رحلة توبة، مش بنكرر الكلام. ولأن محتاج التوبة مش كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة في عمري، فبقى كل يوم كل قداس هو قداس جديد. عندي رحلة توبة جديدة، وعندي حاجة جديدة ربنا بيشاور لي عليها ويقول لي لازم تعمل كده، لازم توقف كده. عشان كده بولس الرسول يقول لنا كده إنه اللي احنا متوقعين ايه؟ متوقعين التبني فداء اجسادنا. تاني، اذا كان في القديم ايام ارميا صالوا حصنا معلوفة سائبة، ليه؟ يقول لنا مرة تاني لانهم صار كل واحد يصهل على امرأة صاحبه. عايز يقول كده عينيك مقدسة ولا بتبص للناس ازاي؟ عينيك مقدسة ولا شايف اللي حواليك ازاي؟ يقول لي مفيش حاجة رابعة، يا إما عايش حياة مقدسة، يا إما عايش حياة خطية، يا إما بضحك على نفسي باجي الكنيسة منظر عشان مش عايز وجع قلبه حد يقول لي جيت ليه وما جيتش ليه، واللي جوه لسه في فساد، لسه في خطية، لسه في رفض العمل الله. تاني، خلي كل قداس، قداس النهاردة، قداس بكرة، على قد ما أقدر رحلة توبة جديدة، تقديس لعناية، تقديس لأفكاري، تقديس لمشاعري، لكي نكون زي ما قال كده بولس الرسول ان الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. اقول له كنت جاي عبد، دخلت القداس عبد للخطيه، دخلت القداس وانا كل فكري وكل مشاعري بعيده عندك، زي ما قال لنا كده بولس الرسول ان تبتعدوا عن الشهوات الجسديه التي تقاتل النفس. بس هقف القداس، هتوب واخرج واحد تاني، هاخد جسدك ودمك، مش تمثيليه، مش عشان الناس تقول فلانه بتتناول او فلان بتتناول، لكن جاي فعلا اقول يا رب انا جاي اسيب حياتي القديمه كلها على المذبح واطلع بحياه يسوع المملوءه نصره. لان كده بولس الرسول في كورنثوس الثانيه 14 هتطلعوا بايه؟ لكي تظهر حياه يسوع في جسدنا المائت. يعني مش هطلع بحاجه اقل من حياه يسوع في جسدنا المائت. نصلي صلاه حلوه قوي في قداس الكرسي، بس ابونا بيقولها سرا، يقول كده احنا جايين كل واحد بخطاياه ونجاسات قلبه، بس مش نخرج كده. كده طهرنا كطهر ابنك الوحيد الذي نزمع ان نتناول منه. عايزين نخرج بقداسه يسوع وبقلب يسوع نحو البشريه كلها، قلب يسوع نحو مراتي وابني وجوزي وابويا وامي. جاي وانا متلخبط، وجاي وانا مش غافر، وجاي وانا مش تايب. يقول لي هنصلي دلوقتي ان الروح القدس يفعل هذا العمل في كل قلب في كل ذهن. قول له يا روح الله حل علينا وعلى هذه القرابين. دايما بيحل علينا هيحل على القرابين. ليه؟ عشان يقدسنا ويصير في الاخر القدسات للقدسين. ربنا يقدس حياتنا جميعا ويجعل كل قداس هو نقله للامام وخطوه نحو رحلتنا الى السماء. له المجد الدائم من الان والى